أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في جادة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي أسفر عن قتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة الخطورة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش أن منفذ هجوم الشانزليزيه يدعى أبو يوسف البلجيكي، وهو أحد مقاتلي داعش. ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في بيان بثه التلفزيون إن اجتماعا أمنيا طارئا سيعقد اليوم بحضور كبار مسؤولي الاستخبارات والدفاع. قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن قوات الأسد نقلت معظم أو كل طائراتها الحربية إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية لوضعها تحت حماية الصواريخ المضادة للأهداف الجوية تحسباً لأي هجمات جديدة محتملة للولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة قتل القيادي عبد الله الحسيني، وهو أحد أقارب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بالإضافة إلى قتل ما يسمى بوزير ديوان الزكاة في التنظيم بعد استهدافهما في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وأضاف جودة أن القوات العراقية لجأت إلى استهداف القيادات الميدانية لداعش بواسطة القصف الموجه وتكثيف الرصد الاستخباراتي لتحركاتهم. قال ناشطون يمنيون إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مدينة تعز اليمنية. وأضاف الناشطون أن أصوات انفجارات هزت الجهة الشرقية من المدينة إثر هجوم عنيف للحوثيين وقوات صالح على مواقع القوات الشرعية في منطقة المكلكل ومحيط معسكر التشريفات. دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى إعطاء الأولوية في منطقة الشرق الأوسط لنشاطات إيران التي وصفتها بالتدميرية جداً، كما وصفت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي إيران بأنها السبب الرئيسي للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى دعم إيران لبشار الأسد وإمدادها الحوثيين في اليمن بالأسلحة وتدريبها لميليشيات في العراق ودعمها لحزب الله في لبنان، وصفة تلك النشاطات بالمزعزعة للاستقرار. وتوعدت هايلي بالعمل مع شركاء واشنطن لمطالبة إيران بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.